هذا هو البرنامج الذي يستكشف الحياة السرية للعالم حولنا. سيكشف حقائق مدهشة ستجعلكم تقولون لم أكن أعرف هذا. تعرفوا بريتشارد أمبروز وجوني فيليبس. عالمان صناعيان يقومان بأي شيء ليؤكدا الحقائق. لا، انضموا إليهما لاستكشاف الأمور غير العادية في الأشياء العادية. في هذه الحلقة يستقصي ريتشارد وجوني أسرار المتاجر الكبرى من تقنيات الدعاية رائع إلى الاختبار الأقصى لقوة عربات التسوق. انظر انظر انظر. وسنكتشف أيضا العالم المذهل لاختبار الألعاب النارية، وبالأشعة تحت الحمراء سنصور فن النحت على الجليد، وسنعرف ما إذا كان بإمكان القناص أن يصيب هدفاً على بعد كيلومتر ونصف. المتاجر الكبرى تجارة كبيرة، ينفق 80% من المال على البقالة في بريطانيا في المتاجر الكبرى. ومتجر كبير كهذا مساحته 10,000 متر مربع، أي مساحة ملعبي كرة قدم. سيبيع أكثر من 50,000 منتج مختلف أتت من مئات البلدان حول العالم. وسيتلقى 40 مليون جنيه سنويا مع مرور 50,000 زبون أسبوعيا. هذا النجاح المذهل لم يحدث مصادفة، فكل شيء في المتجر الكبير مصمم لتشجيع الإنفاق من طريقة العرض إلى الإضاءة. من الحيل أن يضعوا فاكهة وخضارا في مقدمة المتجر. الحليب في الخلف والخبز في مكان آخر. هذا يعني أن جولة التسوق العادية تتضمن المرور في المتجر بكامله، ما يزيد استسلام الزبون للشراء الاندفاعي. ومن هذه الحاجيات الأساسية الفاكهة والخضار والتي توضع قرب المدخل، فهي تعطي النفس انتعاشا حين يدخل الزبائن وتبطئهم أيضا. فكروا بالأمر، نحب أخذ وقتنا في انتقاء المنتجات، وإن اشتريتم بالطريقة التي تعرض بها تصبح هذه منطقة الاستعداد. حين يدخل المتسوقون فإنهم يحتجزون كمية معينة من الزخم، ومن دون مناطق الاستعداد أو مناطق الإبطاء كانوا سيعبرون الأمتار 10 الأولى من دون توقف. مظهر هام آخر من البيع يكمن في الرفوف. لكل رف مناطقه المميزة توضع فيها البضائع لتباع بسهولة. المكان الذي يقع على ارتفاع 150 سنتيمترا في مركز الرف هو الأهم. هنا الموقع الأكثر أهمية الخاص بالنساء، ويدفع المصنعون مبالغ كبيرة لتعرض منتجاتهم هنا. وتؤثر المتاجر الكبرى في الزبائن بقوة الموسيقى أيضا. لقد تم إيضاح هذا في اختبار حين عزف الباحثون لأسبوعين موسيقى فرنسية وألمانية في أيام مختلفة في قسم الخمور. صباح الخير يا جوني. في أيام الموسيقى الفرنسية بيعت الخمور الفرنسية أكثر من الألمانية. رائع. في أيام الموسيقى الألمانية انقلب ذلك بشكل كامل، حيث بيعت الخمور الألمانية أكثر من الفرنسية. والأمر المخيف حقا عدا عن هذا هو أنه حين سئل معظم الزبائن عن الأمر قالوا إن الموسيقى لم تؤثر في اختيارهم، بينما يبدو أنها قد فعلت. نحن في أهم مصانع الألعاب النارية. هذه هي الصدفة النجمية الهوائية التي تقيس 125 مليمتراً. يطلق عرض من 20 دقيقة 10,000 لعبة نارية، و60% منها ستكون من هذه الأشياء. كل واحدة تكلف 30 جنيهاً، وتحتوي على نصف كيلوغرام من المتفجرات، ما يكفي لإطلاقها إلى ارتفاع 100 متر. وكما ترون الأمر أكثر من مجرد كرة من المسحوق الطليق، فهكذا يختبرون محتوياتها. وصفة الألعاب النارية هي طاقة الوهج، وهي كمية قوية من البارود.
إنها مزيج من بيركلوريت البوتاسيوم والألمنيوم. يتم مزج المكونين معا في 7 كيلوغرامات، ويتم إشعال عينة صغيرة للحرص على أنها تعطي اللمعان الضروري. تم مزج هذه العينة مع الاسترونتيوم لتلمع بلون أحمر، ومن الواضح أنها نجحت، بينما أضيف الباريوم إلى هذه العينة لتلمع بلون أخضر وأيضا نجحت. إن وضعت الألعاب النارية مع هذا المسحوق الطليق فستنفجر بسرعة كبيرة، لذا يحول مزيج البارود إلى كريات صغيرة لإطالة زمن الاشتعال. مع سقوط الكريات الصغيرة المحترقة من السماء تشكل لهباً منتشراً. يتحقق هذا الاختبار مما إذا كان حجم هذه الكرية سيشتعل في وقت كاف لإعطاء قطر انفجار 80 متراً. هاتان حلقتان من النجوم، حلقة مركزية وخارجية. تتكون الحلقة الخارجية من نجوم أكبر حجماً، لذا فهي أثقل، وحين تنفجر في الوسط تشعل بقية النجوم وتفجرها بشكل دائرة. عطالة النجوم الأكبر والأثقل ستسير بسرعة أكبر، لذا في السماء نرى حلقة صغيرة ثم كبيرة. يتحقق الاختبار التالي من فاصمتي الألعاب النارية. أولاً يقاس طول الفاصمة التي ستحترق ببطء في الداخل للحرص على أن تشتعل في الارتفاع المناسب. يجب أن تحترق فاصمة بهذا الطول خلال 12 ثانية. لقد فعلت، لذا نجحت. هناك فاصمة ثانية خارجية، فعند لف الفاصمة بالورق الذي يحتوي الغازات الحارة يجعل الفاصمة تحترق بسرعة أكبر. سيحترق هذا الطول خلال جزء من 100 من الثانية. ويبدو أنها نجحت أيضا. الاختبار الأخير هو ألا تصدر ضجة أعلى من معيار القانون الأوروبي، وهو 120 ديسيبل، وهو مستوى الضجيج الذي يصدره مثقب هوائي على مدى قريب. لقد نجحت. سوف نعاين الآن كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء. الأشياء الساخنة تعطي الكثير من الأشعة، والباردة تعطي كمية أقل، ويمكن لهذه الكاميرا أن ترى تغييرات الحرارة. لنريكم ما يمكن للكاميرا أن تفعله، سنراقب نحات جليد يستخدم أدواته. السرعة هامة، حرارة كتلة الجليد ناقص 14، لكنها تمتص الحرارة من الاحتكاك بأسنان المنشار. أنتم ترون الجليد يسخن. أجل. اللون أخضر. أجل. المشعل يدفئ الجليد إلى ناقص 3، بينما لمسة واحدة من حديد الصقل تدفع الجليد إلى درجة الذوبان فيقطر تمثالنا. أحسنت يا واين. أحسنت صنعا. انتهينا. كاميرا مصنوعة من الجليد. بعد قليل سنلقي نظرة داخل المرحاض وسنرى إن كانت عربة المتاجر الكبرى تتحمل تسوقا ثقيلا. انظر انظر انظر. تعتمد المتاجر الكبرى الحديثة على شفرات لتبقي رفوفها مكدسة بالبضائع، وما إن يتم مسح عملية شراء حتى يتم إعلام مخدم مركزي بشكل آلي، ويتم إرسال البديل بدقة عسكرية. هذا واحد من 28 مركز توزيع تمتلكها سلسلة المتاجر هذه المتخصصة بالمنتجات العامة والخمور وعلب الطعام. والمجال هنا مذهل، فمساحة هذا المركز 30,000 متر مربع، وتحتوي على 1,500,000 من المنتجات. طول هذا المخزن 0.5 كيلومتر، أي بطول جسر سيدني هاربر. لا يحصل متجر كبير ضخم على أكثر من 40 عملية تسليم في اليوم، وللحرص على أن كل من هذه العربات تسلم المنتجات الصحيحة في الوقت المناسب، يتم تحديث بيانات البيع في كل مخزن كل ساعة. هنا تأتي كل الطلبات من المتجر. لجعل الهدر في حده الأدنى، يطلبون ما يحتاجون إليه بالتحديد.
لائحة تسوق المتجر المفصلة ترسل لاسلكياً إلى متلقين عبر نهايات توضع على الذراع أو الـ EMT. والآن أخبرنا يا أنتوني، الأداة تشبه ما يوجد في قصص الخيال العلمي، أتشرح لنا؟ حسناً، هذه EMT، أشغلها فتظهر الشاشة وأضغط على الزر فتعلمني لكي أذهب وأتلقى البضائع. إذا تصل المهمات آلياً إليها فتعرف أين تذهب وماذا تحضر. أجل، هذه القطعة على اليد ما وظيفتها؟ إنها تقوم بمسح شفرات البضائع هنا. يعدل المخزون بشكل آلي؟ أجل، فحين تمسحها تعرف أنها خرجت. وهذا يعني أنهم يعرفون تماماً أين أنت في أي وقت. هذا صحيح. إذا لا يمكنك الهرب في منتصف ورديتك، صحيح؟ لا يمكنني ذلك. هذا سيء. البرنامج الذي يتولى أمر لائحة التسوق يجد أيضاً أسرع طريق في المخزن، بحيث لا يهدر أي شخص أي وقت بأن يتوه. الرقم القياسي الحالي للمتلقي هو 10,000 قطعة في وردية 12 ساعة. يتم اختيار البضائع وتحمل في شاحنة 38 طناً في موقف التوزيع. حسناً، لدينا ربع ساعة لملء الشاحنة قبل عودة الحمولة التالية ولإبعاد الشاحنة. علينا وضع الأقفاص بسرعة، وسنضع الأقفاص الخفيفة في البداية. حالاً. اللفافات. أجل. كم يوجد منها؟ 45 قطعة. أحقاً؟ يجب أن نحملها بسرعة. اللفافات كثيرة. إلى أين تذهب؟ أخبرني كيف نعمل؟ أسرع. أسرع؟ جوني اعمل بسرعة. أنا أعمل بأقصى سرعة. مر زمن طويل منذ أن عملا بهذا الجهد. كم شحنة تحمل في الوردية؟ 10 أو 12 حمولة. هذه على اليمين. على اليمين؟ أجل. ما رأيك؟ تبدوان لا بأس بكما. ماذا؟ بقيت 11 قطعة. لن نساعدك. هيا أكمل بنفسك. لا عليكما. رغم أن الشفرات هي مفتاح هذه العملية، فهي تقنية تعود إلى السبعينيات، والمعلومات التي يمكن أن تحتويها محدودة. يكمن المستقبل بهذا، الرقاقة الصغيرة التي تخزن كميات أكبر من المعلومات فيها، سوف يضعونها على كل شيء. يمكن مسح هذه الرقاقات من مسافة 10 أمتار بواسطة أمواج إذاعية، لذا يمكن أن تمسح كل حمولة عند دخولها إلى قسم التوزيع، وخلال 10 ثوان يحصل مراقب المخزن على لائحة مفصلة عما يوجد في الشاحنة دون فتحها. بعد قليل سنختبر قيادة شاحنة التحليق الأولى في العالم، وسيعرف ريتشارد وجوني مدى قوة عربات المتاجر. هل يمكن لقناص أن يصيب هدفاً على بعد ميل؟ تعرفون المشهد، رجل يستلقي على الأرض، في إحدى ذراعيه سلاح فتاك، يضع رصاصة حادة طويلة في حجرة الإطلاق، واحدة فقط لأنها كل ما يحتاج إليه، ينظر عبر التلسكوب ويقوم بتعديلات كي يصوب على الهدف. لكن في الواقع ما مدى دقة التصويب ببندقية؟ هل تصيب هدفا عن بعد ميل، أي أكثر من 1.5 كيلومتر بطول 15 ملعب كرة قدم؟ مرحبا، هذا بول نيول، خبير الأسلحة في القوات الخاصة وخبير في دقة المدى الطويل، ساعد في تصميم هذا DSR-1. وصفت بأنها البندقية الأكثر تعقيداً وتقدماً من الناحية التقنية. يدعي أنها دقيقة جداً بحيث يصيب هدفاً على بعد 2500 متر. هذه بندقية مذهلة، من يستخدمها؟ تستخدمها معظم قوى الشرطة الأوروبية، وأيضاً بدأ الجيش باستخدامها في جميع أنحاء العالم. ما نوع طلقاتها؟ تأخذ طلقات 338 لابوا وذخيرة بلاك هيلز 300. وما ثمنها؟ 3 جنيهات. والبندقية كم ثمنها؟ بهذه المواصفات، تلسكوب، كاتم وكل شيء فيها، إنها تكلف 10,000 جنيه. 10,000؟ أجل. أنجربها؟ أجل بالتأكيد. رائع. التصويب والإطلاق ليسا أمرين بسيطين، تحتاج الدقة إلى علم.
هناك الكثير من العوامل التي تحدد أين تصوب، بما فيها المدى والارتفاع وحرارة الجو وسرعة الرياح. يقوم بول بقياسات دقيقة على أداته الخاصة، ويحمل المعلومات في البندقية التي تستخدم برنامجا دائريا لمعرفة الزاوية الدقيقة من أجل إصابة مثالية. أطلقها. إذن هذا صحيح، يمكن لمحترف أن يصيب هدفا على بعد ميل. تخيلت نفسي دوما قناصا جيدا، لذا أردت أن أجرب. سأستبدل المنظار بالبندقية. تستطيع ذلك؟ أحقا؟ ماذا أفعل؟ قل لي. أجل، بالتأكيد. أولا احرص على أنك تنظر بارتياح عبر التلسكوب وترى الهدف. هذا صعب جدا، يؤلم عيني. صحيح صحيح. أبقي عينيك الاثنتين مفتوحتين. لنصوب؟ لا، هذا سيصيبه تحت القدمين. ضبط بول الهدف ببضع حركات محسوبة جيدا. هل ارتفع الآن؟ أجل، الموقع مركزي تماما. زناد بموقعين. أجل. أتشعر بالموقع الأول؟ أجل، أشعر به. ثم سيرسلها الموقع الثاني. أوه، هل أصبته؟ أخطأته هذه المرة. أحقا؟ يؤسفني هذا. والآن أصبته؟ لا، لم تفعل. أوه، حسناً، لنضع طلقة أخرى. لا لا، أصبته؟ لا، لم تصبه. لا بد أنها أصابت. لم تفعل. أوه، هيا، لقد أصبت هذا في الخد. أوه، ماذا؟ أصبته؟ حسناً. أخيراً أبليت حسناً هذه المرة. أحسنت صنعاً. ربما لستم خبراء في البورسلين الجيد، لكن هناك قطعة خزف في منازلكم تستخدمونها كل يوم، المرحاض. لا نستخدم أي قطعة خلال اليوم كما نستخدم المرحاض. في هذا المصنع في ستافوردشير يصنعون 500,000 مرحاض سنوياً. إنه أكبر مصنع للمراحيض في بريطانيا. تبدأ العملية هنا. ربما يبدو هذا الشيء شبيهاً بما يمكنكم رميه في المرحاض، لكنه في الواقع المادة التي تصنع منها المراحيض. إنها تدعى الطين السائل، وهو مزيج من الطين الصيني والرمل والماء. ثم يواجه الطين السائل معاكسة قاسية، آلة قولبة عالية الضغط، داخلها سلسلة من القوالب. يسكب فيها الطين السائل، ثم يتم ضغط القوالب لتخرج الماء من الطين. تصنع 8 قوالب قاسية خلال 20 دقيقة. يتم تفقد كل مرحاض للحرص على أنه يلبي معيار الارتفاع الصناعي، وهو 40 سنتيمترا. ثم يؤخذ في رحلة تدوم 4 ساعات للتجفيف الطبيعي، ويوضع في مجففة تعمل بالهواء الساخن بدرجة حرارة 90 ل10 ساعات. ولتأخذ شكلا أجمل، يتم وضع طبقات من الطلاء اللامع على المراحيض، ما يعطي المنتج لونه ولمعانه النهائي. أخيراً ترسل المراحيض لتشوى 17 ساعة على فرن طوله 19 متراً وحرارته 1100 درجة قبل أن تخرج جاهزة للعمل. إذن حين تتأملون الديناميكيات الحرارية لأصغر غرفة في منزلكم، تذكروا أن ذلك المرحاض الذي تستخدمونه تطلب صنعه 36 ساعة تقريباً. لاحظتم أنه باللون ذاته. منذ نهاية المراحيض ذات لون الأفوكادو في السبعينيات، فإن 98% منها ذات لون أبيض. حمامي بلون الأفوكادو. والآن فلنعد إلى المتاجر الكبرى. هناك ابتكار سيصبح التسوق في المتاجر الكبرى من دونه مستحيلاً. إنه عربة التسوق، ومع زيادة استخدامنا للمتاجر الكبرى فإن الطلب عليها يزداد. يصنع هنا 200,000 عربة سنوياً تتحمل أعباء الاستخدام. وفي دراسة
وجد أن الزبائن يدفعون العربات مسافة 933 مليون كيلومتر سنوياً، وهي المسافة التي تدور بها الأرض حول الشمس. إن جمعنا هذه الكيلومترات في المتجر الكبير مع التمرين سنجعل السكان بلياقة عالية. لكن هناك من سبقك إلى ذلك، إنها عربة التخفيف، أول عربة متجر للتمرين في العالم. هيا. أوه، لا تحني ظهرك يا جوني. تعمل العربة إما بزيادة أو نقصان مقاومة العجلة الخامسة في القاعدة. إنها تقيس معدل ضربات قلب جوني في الدقيقة وتحسب السعرات الحرارية المستهلكة. كيف الوضع؟ لا بأس بها، المقاومة منخفضة نسبيا الآن وأستطيع رفعها. أها. وأشعر بازدياد صعوبتها. جيد. سيتطلب هذا وقتا ليساوي جلسة في الصالة الرياضية، خاصة مع شخص ذي لياقة عالية مثلي. لكنك تحب أكل الفطائر، أليس كذلك؟ هيا بنا. إن كنتم تظنون أن التدريب على عربة التخفيف صعب، فانظروا إلى هذا. سيداتي سادتي، إنها العربة الحوامة الفريدة من نوعها. أشعر بهذا، أشعر بها، أمسكها. سهلة الاستعمال، إنها تحوم فعلا. تطفو على وسادة من الهواء، مذهل. أتعرف لما هذه العربات هي الوحيدة في العالم؟ لا. عرفنا. قبل أن يصل أي تصميم إلى ممرات المتاجر، يجب أن يخضع لسلسلة من الفحوصات للحرص على أنه قادر على تحمل حياة المتجر الكبير القاسية. ومن المذهل كم يمكنها أن تتحمل. مثلا عربة متجر كبير مثل هذه، إنها الأخيرة، مصممة لتحمل 348 كيلوغراما، لكن الشابين سيجعلانها تحمل وزنا أكبر. إننا بحاجة إلى وزن أكبر. أجل، سأشتري سيارة جديدة وزنها كبير. هذا صحيح، فلنتسوق. حسنا. أوه حسنا، هذا جيد، إنها مناسبة، سوف أخذ هذه. تزن هذه السيارة 1000 كيلوغرام، وهذا أكثر من 3 أضعاف الوزن الذي تستطيع عربة التسوق تحمله، فتحميل سيارة على عربة متجر أصعب من التسوق العادي. انظر 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 انظر. نعم، جيد، نعم، جيد جيد جيد. ضع هذا الوزن عليها. رائع رائع، إنه ماهر، إنه ماهر جدا. إنها تتحمله، إنها لا تفعل. انتظر. أوه، ستميل إلى الخلف. أتعلم هناك الكثير من الوزن على مؤخر العربة ولم تسقط تماما، أليس كذلك؟ ألا توافقني الرأي؟ نوعية الفولاذ واللحام القوي والتصميم البارع تساعد على الحفاظ على جودة العربة. أظن أن هذه العربة قوية جدا. إنها أقوى بكثير مما تخيلنا. لقد أثارت إعجابي. ترى هل سيستطيعان إيصال تسوقهما إلى المنزل؟ هذا أمر مختلف. انضموا إلى ريتشارد وجوني في الحلقة القادمة لمزيدا من الحقائق. آسف يا دينيس. جوني، نحن نقف في ثلاجة مع رجل يحمل منشارا. أجل، ليست فكرة جيدة. استمر في السحب، استمر في السحب، استمر في السحب، واقطع هنا.